دلوقتي انت واحد من حبايبي اللي بيتفرجوا على الشانل بتاعتي، واتفرجت على فيديو اللي بيقولك ان القميص من اهم الحاجات في لبس الراجل. انت بقى نازل تقابل حبيبة القلب، قلت البس قميص زي ما شكري قال. حضرتك رحت لمحل بتاع بدل، قلت له لو سمحت انا عايز قميص ابيض، راح جاب لك القميص الابيض قدام. لما دخلت الكافيه لقيت الناس بتبص لك بصه غريبه شويه، انت مش فاهم في ايه، وفي نفس الوقت حبيبة القلب بصت لك بصه برضه غريبه، ولو هي جريئه شويه هتقول لك القميص اللي انت لابسه ده. عشان كده النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن ثلاث قمصان لازم في الدولاب عندكم. اول قميص وهو الكاجوال بس اللي من غير ياء، معظم الاوقات هتلاقيه قطن يا كتان، ودول من احسن اتنين هتلاقيهم. تعالى اقول لك ليه، عشان القميص الكتان والقطن هينفع يتلبسوا في اي مكان. حضرتك لو في الصيف ممكن تلبسه وتنزل تقعد على الكافيه، ممكن تلبسه وتنزل تقعد على القهوه، ممكن تلبسه وتنزل تقابل صاحبتك او خطيبتك او مراتك. في الوقت انت لو مسافر ممكن تلبسه وانت نازل بالليل، وممكن تلبسه وانت على البحر الصبح. الناس اللي عندي على انستجرام هتلاقيني نزلت صورتين او ثلاثه، الثلاثه بقميص ابيض، ده واحد ابيض بياقه، واحد من غير ياقه، واحد ده من كتر حبي للقمصان البيضاء، اتنين عشان كل واحد بيليق في مناسبه اكتر من الثاني. ثاني قميص وهو برده كاجوال بس اللي بياقه. دلوقتي تيجي تسالني تقول لي هو ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هو من اسمه، واحد هتلاقيه بياقه وواحد من غير ياقه. طب يبقى انا ليه احتاج الاثنين؟ ناس زي كده بتبقى رقبتهم طويله شويه، فلما بيلبسوا حاجات من غير رقبه رقبتهم بتبان طويله، بس هم حلوين جدا وهم زي اللي انا لابسه دلوقتي او زي ده او ده. واخر واحد وده لازم كده كده يبقى في الدولاب، وهو قميص البدله. اخوك، اختك، خالك، عمك، ابن خاله عمك، صاحبك، صاحبتك، اي حد بيجي له مناسبه او يتخطب او يتجوز، مش حاجه يبقى عندك قميص حاطه في الدولاب للمناسبات زي الافراح والخطوبات. فالعيد داخل علينا، ولو عايز تشتري هدوم جديده فكر في الثلاث قمصان اللي انا قلت لك عليهم دول قبل ما تفكر في اي تيشيرت مرسوم عليه اي رسومات. في اخر الفيديو انا عايز اتاسف لكل واحد عشان اتاخرت حوالي اسبوعين على الفيديو. انتوا عارفين ان انا عامل الشانل دي والفيديوهات عشان اساعدكم وانتوا داخلين جيشكم، او عشان نبقى اشيك ناس في مصر. عايز اشكر كل واحد عمل لي سبسكرايب، احنا داخلين على حوالي 3000 سبسكرايبر، ان شاء الله هنوصل ل 10000. بس خليكم فاكرين ان انا عمري ما اوصل ل 10000 غير بيه، عشان كده انزل اعمل لايك واديني رايك في الكومنتس تحت. اهم حاجه عشان نوصل ل 10000 سبسكرايب اعمل سبسكرايب في الشانل.